واشوف هي منى اضافت يا ريت. طبعا منى بتجهز حالها لليوم الوطني. او ماي جاد اتس اميزينج. هاو ار دي نايس. شوفوا ما احلى مناكير منى. شوفوا احلى من مناكيري. يي منى. اوكي فيرست ستيب جيتينج اور نيلز دان. وبعدين بكره هنجيب اواعي للناشونال داي. اوكي شوفوا كيف عاملين زينه لعيد الاتحاد. واو. وهي منى جهزت حالها لليوم الوطني. I woke up at 5:30. اتحممت شوية شعري cause ماما was still sleeping. بس هنا سو هاي شعري. واو شوفوا العباية تبعت منى. لفي يا منى لفي. واو وشو حتحطي على راسك. واو كتير حلو. اوكي فأنا بنا put solution. أي واحد أحط 40 ولا which one do I put؟ أنا بقول حطي هاي favorite. yeah أنا بحب 40 هاي و the blue. وهلأ دخلة على احتفالات اليوم الوطني الإمارات فشوية متأخرة. يا رب أكون لحقت العرض. اوكي دخلت. شوفوا واو في ركن الاكل. شكلي تاخرت. يا رب اكون ما تاخرت على العرض. هي الصقر. يو لاف ات. او ماي جاد يو لوك اميزنج جيرلز. هلا يولا. جيمات وشاي كرك و... بالعكس وايد احب قصص سيرتو بس اليوم في اعتصار موجوده وعيال عمي راشد فقراوي الحين جايين يستوي يسمعون القصه ويانا. زين حياك الله يا سلام حياك. This is my grandmother. She wants to tell us the story of our country. حيا الله مليانة. تعالوا يا عيال. I can't wait to hear the story. يا عيالي هذه البلاد من زمان فيها خير وبركه وما تقتطع عيالها بالرز والخير. كانوا اهلنا الاوليين مثل يسيرون البحر يصيدون السمك ويغوصون على الملوك.
يلا انتي شو كنتوا تسوون يوم هم يسيرون البحر؟ هي ذكرتيني بهذيك الايام، كانت الحمى تخيط البراقع والكنابير ومنهن من يطحن الحب وحد منهن يخدمون التبي ويبيعنها. يبدو زين، واليهال شو كانوا يسوون؟ اليهال كانوا يتعلمون الكتاتيب والمدارس يمنيتي، وكانوا يلعبون الكوابيس وصفوفا. يدو صارت وين تعرف شو سوى قصتنا؟ كانت الأيام صعبة بس حلوة، وربنا كان زايد الخير اللي كان عنده حلم، وكان يعرف إن هالأرض ما تخليها غير سوى بالوردة. ولفت ودفك الديز وقال أنا قصت الشيء صايد، وهذا دريم أنا فيجن. يدو خبري شو كان حلم أبونا زايد؟ يا بنتي ربنا كمنا بزايد الخير اللي ما قصر بشعبه وأطل وفكر يجمعهم دولة واحدة. There are no limits to our potential. The sky is limitless and we'll continue through space. حمدة شو تقولين؟ تحبيني مو أعرف عن قريتي؟ تقولين space؟ أنا سامعت إلا في الأخبار هالكلمة. أظن إنك جالسة ترمزين عن الإبداع اللي راح الفضاء. جدو ما شاء الله عليك، تعرفين إنجليزي؟ قلوب هل الإمارات كبيرة ولا هل أحباب من كل ديرة؟ هاي اللقمات وهاي كمان أكلة إماراتية، في كتير طيب عجبني صراحة. شوفوا هذا شو بيعمل، بيفتح المحار وبيعمل شباك الصيد. هاي ركن الحنة قاعدين بيحنولها، وهاي قاعدين بيحنولها. قالوا نشوف الأجواء اللي برا، صراحة الأجواء كتير حلوة بالمدرسة. واو شوفوا الهريس، في كمان هاي اي ثينك شو اسمها، اذا بتعرفوا اكتبوا لي بالتعليقات.
هذا كثير طيب. شباب في كمان معكرونه. هلا اجى وقت الاكل. وهي سيارات الشرطه. شو لقيت؟ دكانة الطيبين. واو في كتير سناكس. والأجواء روعة. شوفوا هون شو لقيت من زمان كيف كانوا يطبخوا. شوفوا الملابس ما احلاها. وهي في قاعدة كمان الميلس. هدول شوفوهم شو قاعدين بيلعبوا. تعال نروح نتفرج ونشوف شو عاملين كمان فعاليات هناك. شو لقيت هون؟ صناعة النول والنسيج. شوفوا كيف بصنعوهم. يلا واو شوفوا هريس كتير كتير طيب. هاي المشلوت الخبيصة وهاي الشباب و مشبوس خلص طبعا. هاي مش عارفة شو هاي البلاليت. هاي كلها أكلات إماراتية. جربت الأكلات الإماراتية صراحة كتير طيبة. الهريس الباستا تبعتهم والبلاليت والماتشبوس